بريس وتمرات في مشاكل كبيرة جدا. المياه تنزل من كل أماكن باب الرحمة، المكان غير مهيأ، هناك الأوقاف تطالب بترميم المكان، الجانب الإسرائيلي يمنع إدخال مواد ترميم، وبالتالي الجانب الإسرائيلي يتحمل مسؤولية عدم الترميم. نحن نريد أن نرمم هذا المكان، ثم الأوقاف ستستعمل حسب احتياجاتها. بعد توجه أنظار الناس إلى ما يدعونه أيضا المتطرفون اليهود من إنشاء كنيس في المنطقة الشرقية، وأيضا إجراءات المخابرات وإجراءات الشرطة في اعتقال كل من يتواجد في منطقة باب الرحمة ومنطقة الحرش واستهداف تلك المنطقة، هذا جعل الناس تتخوف من هذه الإجراءات واستيلاء على جزء من المسجد الأقصى. هذا قرار مرفوض، هذا القرار ليس الأول ولا الإبعاد الأول، هذا رقم 19 في القرارات، يعني إن 19 قرار استلمنا إبعاد، هذه إبعادات غير معقولة، إبعادات تشكل واقع حرماننا ومخالفة لقانون جنيف لعام 1954 واتفاقية لاهاي أيضا في عام 1958، هذه محاربة لموضوع حرية العبادة. الأقصى من حق المسلمين. أنا أعتقد أن هناك محاولة من نتنياهو لنقل الملف من موضوع محاكمته وموضوع الانتخابات، أن يضعوا فيما يعني يريد أن ينقل الجمهور الإسرائيلي، أن ينقلهم من الأحداث الداخلية والأزمة التي يمر بها، يريد أن ينقلها إلى موضوع باب الرحمة حتى يفلت من موضوع المحاسبة وموضوع الفساد. الاحتلال يريد أن يغير هذا الاستاتيكو، ويريد أن يفرض ما يفرضه بقوة الاحتلال وبقوة السلاح، وكان آخر ما كان الليلة الماضية بإعطاء الأوقاف مهلة لمدة أسبوع، وبعد هذا الأسبوع سيتخذ المحكمة قرار بإغلاق باب الرحمة. نحن نقول هذا هو إشعال لنار فتيل حرب دينية وإشعال المنطقة بأسرها وليس فقط في القدس، فالآن هم يدقون طبول الحرب الدينية في داخل المسجد الأقصى المبارك إذا ما قاموا بهذا العمل. فنحذر ونناشد العقلاء أن يبتعدوا عن المسجد الأقصى وأن يبتعدوا عن باب الرحمة.